تمام يا دكتورة، جزاكم الله كل خير. ألف شكر العفو لحضرتك، العفو الله ماشي. يكرمك الله يكرمك. دكتورة سارة، دكتورة سارة أستاذتنا، أمير مش مسمعك. الله يكرمك دكتورة. دكتورة سارة سليمان هي باحثة دكتوراه بجامعة سالفورد بإنجلترا، وحاصلة على ماجستير البيم اند ديجيتال بيلد انفايرمنت، ومناقشة رسالة الماجستير اورجانيزيشنال سموث شيفتنج توردس بيم اند لين. وان شاء الله يعني النهارده تحدثنا عن الرساله باذن الله، وازاي نربط بين البيم واللين. اتفضل يا دكتوره. بس شير لي السكرين كده. السكرين ظاهره. تمام يا دكتوره، ظاهره دلوقتي. طيب هي دي كانت رسالة الماجستير، إن إزاي الشركات تقدر تعمل سموث شيفتنج للبيم واللين. كان من الموضوع مش بس عشان يكون الشيفتنج للبيم واللين. رسالة الماجستير دي ناقشتها كانت يناير 2019، كان وقتها لسه البومينج بتاع الكونستراكشن ما وصلش للي موجود عليه دلوقتي، بس كان كل الترند إن الناس رايحة في اتجاه البيم. كان بس في حلقة مفقودة، حلقة المانجمنت، ودي كان ممكن يتعمل لها فلفل عن طريق اللين. عشان كده حاولت اني ادمج الاثنين مع بعض. كان لازم طبعا في اي رساله ماجستير لازم بيتحقق الاول البروجكت ايم، انا عايز اعمل ايه. فالايم بتاع الريسيرش اني كنت اجي في الاخر يبقى عندي براكتيكال واي، سواء كونسلتنت او كونتراكتور، ان يقدر يعمل الشيفتنج ده. هو زي ما الشغل الاكاديميك او الديفلوبمنت اللي بيحصل في جزء الريسيرش مهم، لازم كمان لما نيجي نعمل ريفلكشن على البراكتيكال ما يبقاش ان هنقلب الصفحه وهنبقى اشتغلنا بم، او ان مثلا الريسورسز اللي موجوده هنستغنى عنها، لان ده كده مش هيحقق الفاليو بتاعت البيزنس. ولو الفاليو بتاعت البيزنس مش هتتحقق، صاحب الشركه مش هيجي في الاخر يبقى عنده مكسب مادي، فهو بالنسبه له مش هيحس قيمه الشغل الديفلوبمنت اللي محتاج يعمله. فالشيفتنج ده محتاج يكون سموث عشان نقدر نحافظ على المشاريع اللي موجودة والريسورسز اللي موجودة ونقدر نمشي خطوة لقدام. فده كان المين ايم بتاع الرسالة. بدأ يتعمل تفاصيل أكتر، الأوبجكتيف بتاعها. محتاج نكون فاهمين ليه البيم مهم، ايه العلاقة اللي ما بينه وما بين اللين برينسيبلز وكيس ستاديز. وقت ما عملت الرسالة ما كانش فيه كيس ستادي كاملة واخدة فول بيم امبلمنتيشن وفول لين، ولكن كان في كيس ستاديز سيبريت بيم، وكان في كيس ستاديز سيبريت لين. حتى كان في كيس ستاديز واخده مش كل البيم ومش كل اللين، فدي كانت انكلودد في الاناليسيس. كان في اسئله مين كويستشنز موجوده، احنا ليه محتاجين البيم، ايه الاوبورتونيتيز والثريتس اللي بتهدد ان يكون البيم موجود، وايه الدوافع اللي هتكون لي اكتر، ازاي نقدر ناخد اللين اندرستاندينج ونطبقه في الكونستراكشن، لان اللين اساسا اول ما بدا كان موجود للاندستريال، فازاي الريفلكشن بتاعه على الكونستراكشن والريليشن اللي موجوده ما بين البام واللين. ريسيرش ميثود، طبعا كان في داتا كولكشن كليترشر ريفيو من ابحاث قبل كده وكتب موجوده، ولكن كان في جزء انبوت مهم جدا كداتا كولكشن كان معتمد على انترفيوز تمت مع بام مانجرز وناس موجوده اوريدي في الكونستراكشن فيلد وشغاله بام، وكان معتمد على سيرفي. السيرفي كان بياخد الانبوت من كذا ليفل، ناس الباك جراوند بتاعها كونسلتنت او كونتراكتور، كان في ستيك هولدرز، كبارتيسيبنت نفسهم كان في انجينيرز، كان في لسه طلبه، كان في مانجيريال ليفل، فاخد كذا ليفل من الناس. الداتا بعد كده اتاخدت اتعمل لها اناليسيس. الاناليسيس ده كان كواليتاتيف وكوانتيتاتيف. من الانكولوجيكال برسبكتيف كنت حابه ان يكون في ان بتوين، ما اروحش قوي ان توتال يكون كواليتاتيف او كوانتيتاتيف، كان في النص. حتى الابستمولوجيكال اناليسيس كان ان بتوين برضو، ما حبيتش ان يكون ثيري قوي ولا ان يكون فيجرز ارقام، لان الارقام صعب ان هي تكون موجوده وانا بعمل ديفلوبمنت لمكان او لاشخاص. وبعدها conclusions هنشرحها قدام، هنعد عليها الستبس اللي انا كorganization عايزه اعمل الديفلوبمنت ده ويكون سموث من غير ما اثر البيزنس اللي موجود يتم ازاي. وطبعا في proposal و future recommendation علشان لازم الشغل الاكاديميك يكمل. دي الداتا كولكشن اللي كانت موجوده، ومن ضمنها كمان الكيس ستاديز.
بس الانبوت بتاعها كان كنت باخد الريزلتس بتاعتها والجزء اللي تم، لان ما كانش في عندي كيس ستادي فول دم وفول لين امبلمنتيشن. السلايد دي الاندرستاندنج طبعا، وده الثيسس لما كنت بعمل داتا كولكشن كان في ديفينيشنز كتير للبيم بدات تستقبلها من الناس. في كاتيجوري بيصنف البيم على انه كسوفت وير، وكتير جدا كان بيتعاملوا على ان البيم هو الريفت، لان بما ان الريفت هو اكتر سوفت وير الناس بتستخدمه او اكتر حاجه فيمس. وكان في ناس بتتعامل ان البيم نفسه هو سوفت وير، مش شرط يكون ريفت لكن البيم نفسه هو سوفت وير. فطبعا الديفينيشنز دي كلها كان فيها مشكله، وكان من اهم الاساسيات اللي محتاجه اوجدها في الرساله اني اوصل لديفينيشن يكون جامع ما بين الثيوريتيكال بوينت والبراكتيكال بوينت. فوصلت في الاخر ان البيم، ودي من الداتا كولكشن طبعا، ان انا لو انا هتكلم على البيلدينج انفورميشن موديلنج فانا ما ينفعش اخد الموديلنج فيز بس وامس الانفورميشن، لان الانفورميشن هي اللي هتكون هتفرق اللي ما بين سيستم البيم وما بين اني هشتغل كاد او اني حتى هشتغل 2 دي. لو انا معتمد على جنريشن اوف drawings فالدروينجز دي سهله تطلع باي حاجه، لكن لو انا حطيت انكلود الاي الانفورميشن هيبدا يكون عندي منظومه متكامله اعمل لها مانجمنت واقدر اكمل منها. من الحاجات المهمه جدا والناس كتير ممكن تكون بس بتبعد عنها شويه لان بتحس ان هو جزء نظري، هو الديفلوبمنت اللي حصل اللي وصلنا للبام دلوقتي. ده مهم مش علشان نكون دارسين تاريخ، ولكن مهم علشان نعرف الاسباب اللي وصلت ان احنا نستخدم البام، لان الاسباب دي كانت مشاكل موجوده وقتها، فعلشان المشاكل دي تتحل كان بيحصل ديفلوبمنت. نفس الموضوع احنا دلوقتي ايفن بعد تطبيق البام لسه في مشاكل، المشاكل دي بتدرس عشان يتم تطوير المنظومه كامله. فكان مر بكذا مراحل، دول في اربع مراحل قبل ما يكون المسمى بام. الاربع مراحل لو بصينا لهم هنلاقي ان الاول كان بيتعامل مع الديزاين بس، وبعدين بدا لا الديزاين كان ديزاين ولاينز يعني، وبعدين لا طب انا هشتغل ديزاين بس هزود عليه شويه حته الفيجواليزيشن، وبعدين بدا ان احنا لا طب هنعمل موديل بس برضه الموديل ده رابط ما بين الديزاين وهيقف عند الكونستراكشن، لغايه لما ظهر الجينيريك بيلدينج موديل. ده كان كانه بيم بس ما كانش وقتها المسمى بتاعه بيم. ده كان بياخد البروجكت لايف سايكل. طبعا الشورتج اوف تول وقتها كان هو اللي عامل مشكله، اتحلت طبعا من 2004 لما بدا الريفت يظهر بقوه يعني. بس لو بصينا على الهيستوري ده كله هنلاقي ان دايما المشكله هي اللي كانت بتوصل للديفلوبمنت، فمش هينفع ان احنا نتجنب المشاكل اللي موجوده او نغمض عينينا عليها. طبعا من الكلام ده ظهرت البيم ماتيوريتي. من الاول لما كنا بنستخدم الانك والبنسلز لغايه لما مر بالكاد، حتى الكاد كان بيمر فيه الديفلوبمنت. المنطقه اللي كانت في النص ما بين الكاد وما بين البيم ان الكاد بيستخدم والبيم بيستخدم، ولكن حتى لو هستخدم 3 دي تول كريفت مثلا معتمده اكتر على الموديلنج، ما بعديش بالدايمنشنز بتاعه البيم. من الحاجات المهمه جدا هو ان احنا نكون مفرقين ما بين الدايمنشن وما بين الليفل، لان للاسف مثلا لو حد عايز يشتغل زي مثلا 7 دي فممكن يقول ان هو ليفل 7، لكن لا، هو احنا الليفلز اللي موجوده 0 و1 و2 و3 كلنا موجودين لسه بليفل 2. طبعا في كونتريز لسه في الانترميديت ترانزيشن ما بين ليفل 1 وليفل 2. ليفل 3 هو التارجت، والايزو بدا الايزو 19650 سواء واحد او اثنين، او حتى البارتس اللي نزلت كاديشنال بدات تكون موجوده، ولكن لسه تطبيقه مش مستعدين ليه، كانفراستراكشر لسه مش جاهزين، ايفن الريسورسز كهيومن فاكتور لسه مش جاهزين. ولكن الديفلوبمنت بدا يكون موجود، وبدات الدول كتير تدخل ان هي تكون بتطبق ليفل 2 بقوه، انكلودنج طبعا الميثودولوجي بتاعت الدايمنشن. لو بصينا على الدايمنشن بدا يضاف ان لاين دي هو لين كونستراكشن. من الحاجات المهمه جدا هو ان انا مش لازم مثلا لو انا عايز احط انفولفمنت للين برنسبلز معايا في الشغل ان انا لازم اعدي بالدايمنشنز كلها، لان هما الدايمنشنز دي هما بارلل مش سيريس. يعني انا اقدر اطبق اللين كونستراكشن كمانجمنت في حين ان انا ممكن اكون مش مطبقه الفاسيلتي مانجمنت، ده لا يتعارض مع ده. في بيز لازم يكون موجود،
وفوق البيز اقدر اعمل ديفلوبمنت بالتولز المتاحه. من الحاجات المهمه جدا هو ان يتحط تارجت انا عايزه اوصل لايه. فكان في الاكسكيوتيف سامري في الكونستراكشن 2025 في يو كي قالوا ان ده التارجت بتاعهم، الكوست والدليفري والامبروفمنت في الاكسبورتس ولور ايميشن. لما اتحط التارجت ده منه بدا يتعامل الماتيريتي، يعني هو الموضوع ما كانش مش ده الاكتف ريزلتس الموجوده دلوقتي، لا هو ده كان التارجت ان احنا عايزين ل 2025 دي التارجت اللي موجوده، وعلى اساسها هيتحط البلان، ومن البلان وصلنا الماتيريتي اللي ده، ومنه ظهرت هنا الليفل 3 الايزو، الايزو ستاندردز علشان يقدروا في الاخر يحققوا الفيجن اللي موجوده. كمان علشان يكون البرنسبلز بتاعته تبقى مفهومه كويس جدا، كنا محتاجين نفهم ان في فاكتور البيبل والتكنولوجي والسوشيال والبزنس. اهم واحد فيهم هو البيبل، لان التكنولوجي ما بتمثلش اكتر من 10-20% من اسباب نجاح البرنس، لكن البيبل فاكتور هو ده اللي كان مهم. طبعا السوشيال والبزنس هم متحكمين بصوره كبيره جدا، يعني لو هنفترض ان ما حصلش مثلا البومينج او ان الحكومات بدات تفرض سيستم البم، هيفضل معتمد على البيبل والتكنولوجي. التكنولوجي عماله تعلى تعلى تعلى، وللاسف الريسورسز كبيبل مش قادره تواكب الموضوع ده. لكن لما بيبدا يدخل السوشيال اويرنس وتبدا تدخل الجفرنمنتال سيكتورز ويبدا البيزنس شويه يكونترول الموضوع، هتبدا الناس هتضطر ان هي تعمل ديفلوبمنت، هتبدا تتعلم. وده المطلوب، ان احنا نرتقي بالمنظومه كلها، مش ان احنا نوصل للتوب تكنولوجي في الاخر نبقى مش قادرين نستخدمها. الابستكلز طبعا اكبر ابستكل موجوده في الامبلمنتيشن كانت البيبل، سواء الناس اللي مش قادره تابجريد عشان تستخدم تول، او طريقه المانجمنت اللي محتاجين نغيرها عشان نقدر الموديلنج، مش ان انا اطلع بس الموديل 3D، لكن لازم اكون عيني على الموضوع من اخره. يعني لو احنا هنتكلم ان السيكونس الطبيعي بتاع المشروع بيتم عادي لما بيتعمل الكونسبت، وبعدين بيدخل على الديزاين، وبعدين التندر، وبعدين الاي اف سي، ومن الاي اف سي الكونستراكشن، وبعدين في الرننج الفاسيلتي مانجمنت. لو انا وانا بعمل الكونسبت عيني على الفاسيلتي مانجمنت، البرودكشن هيكون اعلى، بقلل الريسك اكتر، بقلل الريسك في المشروع، وفي نفس الوقت ببدا افيل الجابس اللي موجوده ما بين كل فيز والثانيه، وانا بتنقل من فيز الكونسبت للديزاين ومن الديزاين للاي اف سي او الكونستراكشن. وقتها ما دام عيني على التارجت فبيبدا الريسك يقل وبتبدا المشاكل تقل. طبعا ان ظهرت بوزيشنز جديده دي كانت من الحاجات، على قد ما هي فادت البيم على قد ما هي ضرته. بدانا نسمع بيم كوردينيتور وبيم مانجر، وبدأت ناس تانية تحط بيم أوبيريتر، وبدأ يبقى فيه بيم سبيشاليست، وبدأ فيه مودلرز. طيب الديفينيشنز دي كلها لما يتعمل بومينج من غير ما يكون عندنا ريفرنس بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، لأن الجوب ديسكريبشن ما بيبقاش متحدد. وانس ان الجوب ديسكريبشن مش متحدد، فانت اللي هيكون رايح على مكان ما بيبقاش عارف مطلوب منه ايه. فدي من الحاجات المهمة جدا، ان لازم لما يكون في positions أو في system جديد بيتم تطبيقه، إن يتحدد الفاكتورز المطلوبة، ومنها هيتسمى position أيا كان المسمى بتاعه إيه، ولكن يبقى في definition معروف، زي أي حاجة بقت common عادية جدا. زي مثلا لما أي مكان يطلب مثلا mechanical engineer، electrical engineer، لازم هتلاقي يا إما مثلا ده design، فبيبقى معروف إن في items معينة لازم تتوفر في المهندس عشان يكون فعلا electrical design engineer. نفس الكلام بدأ يكون في positions، البوزيشنز دي لازم يتعمل لها جايدنس علشان ابقى عارفه انا والله كشركه لو انا هعين بيم كوردينيتور هبقى مستنيه منه انه ينفذ 1 2 3، البيم مانجر هينفذ 1 2 3. لكن ان الامور تكون داخله في بعضها وما يكونش عندي ابروتش اعرف منه البوزيشنز اللي انا محتاجاها ايه، دي كانت مشكله. ومن اكتر الحاجات اللي كانت مسببه مشكله برضو كانت التراست، لان لما انقل البروجكت من فيز للتانيه الانفورميشن دي لما نكون بنعمل لها هيدن، او ان انا مش عايزه الانفورميشن تتنقل من حد للتاني، فدي اكبر مشكله طبعا موجوده، لان انا كده بعيد تاني الانفورميشن. السكسس معتمد على الاربع حاجات مع بعض، البيبل والسوشيولوجي بروسيس تكنولوجي. بس من الحاجات اللي ملحوظه جدا هو ان البيبل مع ان هو كفاكتور ستاند الون،
لكن هو بيعمل انترفير في باقي الاليمنتس كلها. ما اقدرش اقول سوشيولوجي من غير بيبل، ولا اقول بروسيس من غير بيبل، ولا تكنولوجي من غير بيبل. فالهيومن فاكتور هو الكي اوف سكسس علشان البيم. طيب انا دلوقتي لو انا هطبق منظومه البيم، فانا لازم اكون عارفه ان السيكونس اللي موجود فيه كاد وفيه بيم وفيه انتجريتد ديزاين. انتجريتد ديزاين ده اللي هو ظاهر على كانه ليفل 3 في الاي بيم. حتى لو انا كشركه او كمؤسسه مش هطبق الانتجريتد ديزاين او الاي بي دي، لكن لازم يبقى عندي فيجن، ابقى عارفه التارجت بتاعي هو اني اوصل لايه. يعني طبعا التارجت لازم كل فتره بيتعمل continuous improvement ويتحصل له development، وده من the principles بتاعه اللين. عشان كده كان في ظاهر جدا الانتراكشن ما بين البام واللين والintegrated project delivery. هنا في السلايد دي كان لازم نوضح الحاجات الكومن اللي موجوده اللي سببت ان البام والاي بي دي لازم يكون ليهم involvement مع بعض. هو الintegrated project delivery ليه principles زي وزي البيم، ولكن هما ميرجد مع بعض علشان اجي اوصل في الاخر لنفس الكونسبت او نفس التارجت اللي متحدد كده. عشان كده هما بيتعملون دمج مع بعض. محتاجه ادريس الار او اي، محتاجه ادريس السيفتي، برودكتيفيتي، ريليشن شيبس، الاويرنس، ازاي هعمل بروجكت كنترول وكوست كنترول. لازم دي كلها كانت الريزلتس التارجت عشان اقدر اعمل ميرج ما بين البيم والاي بي دي. منهم طيب انا دلوقتي عشان اوصل لنتيجه مختلفه يبقى لازم عندي ميثودولوجي مختلفه. ما اقدرش استخدم طريقه المانجمنت اللي كنت بستخدمها وانا بشتغل مثلا، خليني اقول حتى لما كان بيبر بيز هيبقى زي الكاد. نفس الوقت ما اقدرش اطبق نفس الميثودولوجي بتاعه الكاد على البن. وانا لو انا كمان هينفولف الاي بي دي، اللين بنفيتس نفس البنفيتس، ولكن اللين بيبدا يدخل في الطريقه بتاعه الشغل ويعمل لها انهانسمنت. انا كلين برينسيبل كونستراكشن هدفي ايه؟ ان انا اوصل للكلاينت ساتسفاكشن واقلل الويست. الويست هو اللي بيعمل مشاكل في الكونستراكشن، لان الويست ده يعني هيرفلكت على فلوس وهيرفلكت على وقت وهيعمل ريفلكشن على ريسورسز. لو انا حطيت التارجت قدامي من اللين انا بشيل الاليمينيت الويست ده وات ايفر الميثودولوجي، لان هو ليه برينسيبل وكل برينسيبل في اللين يبقى ليه ريفلكشن على الكونستراكشن بصوره مختلفه، فيقدر يعمل سيفنج بصوره مختلفه. يبقى انا هوصل للتارجت اللي انا عايزاه. وقتها طبعا اللين اندرستاندنج للاسف هو مش داخل بقوه قوي. ف 2019 كان من ضمن السيرفي اللي موجود كانت كويستشنز ريليتد باللين. للاسف الريزلتس ما كانتش يعني ما بتقولش ان اللين قوي انفولفد، او التست الحقيقي الواقعي للناس ما كانتش انفولفد قوي في اللين وما كانش داخل معاهم. بس من اهم الريزنز ان طب ليه انت مش بتطبق اللين، او ليه ما عندكش استعداد انك تطبقه، كانت الكلاينتس ار نوت ريكويستنج. دي كانت اعلى نسبه موجوده. فده نفس الكلام اللي كان موجود على الباب، ان السوشيولوجي مهم جدا والبزنس مهم جدا، الجوفرمنتال انفولفمنت مهم، والاويرنس ان الكلاينت يبقى عارف اني ازود النولج عند الكلاينت دي كانت ممكن محتاجاها. طبعا النولج جاب بدات تظهر بصوره قويه جدا، ان لو انا عايزه اعمل فول امبلمنتيشن للبيم وعايزه اغير الميثودولوجي بتاعت المانجمنت اني اطبق لين اندرستاندنج، دي اكبر مشكله موجوده واكبر جاب موجوده. ان اليوزر نفسه او الهيومن فاكتور نفسه هو مش عايز، ان الكلاينت مش طالبه. فده طبعا كانديكيشن ان هو مضطر للبيم عشان الكلاينت اللي طالبه. هنا ريليشن ما بين البام واللين هما انتراكشن جدا في كل حاجة. لو انا بوفر كوست بالبام فانا هوفر الكوست باللين. يعني خلينا نقول زي مثلا المانجمنت اللي موجود في جزء البام هبدأ استخدمه عن طريق اللين، لكن كسوفت وير وكان ايتم انا بقدر اوظف البام بفكر اللين علشان ابدأ اخد نتائج احسن. طبعا وقتها كنت بقيس to which extent انت اكسبكت ان البام واللين يستخدموا في العشر سنين الجايين. بدا يظهر ان في 44% دي كانت اعلى نسبه موجوده ان هيكون ليهم implementation الفتره اللي بعدها. وفعلا الكلام ده بدا يظهر، لان في 2021 كنت بعمل بيبر يعني كانت في السبسي تكنيكال سيمبوزيوم، وكان كنت بقيس الافكت بتاع الديجيتال كونستراكشن والقفض على الديجيتال كونستراكشن. وكان من ضمنها ان ازاي البيم قدر يحل مشاكل كبيره جدا
لو الناس اللي ما كانتش جاهزه قبل موضوع الكوفيد، المشاكل عندها طبعا بدات تظهر اكتر، لان هي مش مستعده للاونلاين بلاتفورمز. وكان من ضمنها ان ازاي هل اللين نسبته زادت او قلت. ووقتها وقت اتعمل السيرفي في 2021 بدا يظهر ان فعلا اللين بدا يدخل اكتر، وناس اكتر تبدا تستوعبه وتستخدمه، ولكن طبعا هو لسه ما وصلش للتارجت او للمطلوب علشان يبدا يحقق. الكونكلوجن بتاعت الرساله كانت وصلت لدي، ان لو انا عايزه اعمل براكتيكال واي واعمل سموث ترانزيشن، انا بمر بخمس خطوات. اول خطوه منهم ان انا لازم يكون عندي فيجن وفلسفي. انا ما ينفعش كشركه فجاه اعمل السيستم من غير ما ابقى عارفه انا الفيجن بتاعتي ايه، الفلسفي بتاعتي ايه. يعني حتى لو الفيجن والفلسفي دي حاجات بسيطه جدا، بس انا مثلا كصاحب شركه ممكن اقول انا الفيجن بتاعتي انا عايز احقق مكسب معين، عايز الشغل يطلع بالكواليتي معينه. منها اقدر اروح انا اعمل انالايز للكرنت سيتويشن واشوف هل انا الفيجن بتاعتي الفاكتورز اللي موجوده عندي دلوقتي دي هتقدر تحققها ولا مش هتحققها. طيب هتحققها جميل، يعني انا مش محتاجه ديفلوبمنت. وطبعا ده مش هيحصل، لان اي حد بيعمل ديفلوبمنت بيبقى عنده شورتج سواء سوفت وير هارد وير ريسورسز. فببدا اشوف طب انا دلوقتي الناس اللي موجوده عندي السيت اب الهارد الاسيت اللي موجود ديفلوبمنت، ايه الديفلوبمنت اللي اقدر اوفره له عشان اوصل للتارجت، وايه الحاجات الاديشنال اللي انا محتاجاها. زي ما كنا بنتكلم على نيو هايرز، نيو هايرز دي انا محتاجه كواليفيكيشنز معينه، وبعدين يبدا يتعمل زي بايلوت بروجكت بحيث ان انا الناس اللي موجوده مع الاسيت مع التيم الجديد اللي بدا يعمل جويننج يتعمل لهم ميرج، وعمل بايلوت بروجكت منه بتست الناس الاكسبيرينس اللي الناس اكتسبتها. ولازم عنينا على الهيومن فاكتور، مهم جدا لازم يحصل هارموني ما بين التيم الجديد الانفولفد والتيم القديم علشان يبقى عندنا ستاندرد. لما هوصل للستاندرد هيبدا يظهر عندي ازاي اقدر اعمل كنترول اكتر، وازاي ابقى واقفه على بيس قوي فاقدر منه اعمل كونتينوس امبروفمنت. لان المنظومه كباب وجالين هو الهدف منهم مش ان انا اهد السيستم وابدا من اول وجديد، هو الهدف اني اعمل ديفلوبمنت. ومنهم بنبدا يتعمل ابجريد، وصلنا ليفل معين نروح للي بعده من غير ما يكون عندي ستاندرايزيشن. الموضوع بيبقى فلكسبل جدا ومش متشاف ومش مقري، محدش قادر يحط ايده على المشكله. لكن وانس ان انا عندي ستاندرد بقدر ارجع له، بقدر ارجع اشوف انا وصلت الليفل في ايه فيه، هقدر وقتها اعمل الكونتينوس امبروفمنت. والشارت دي مع كل ستيب في الكونتينوس امبروفمنت بلاقي نفسي بعيدها من اول وجديد. عادي جدا اني اكون شركه واجي بعد كده اغير الفيجن الفلسفي بتاعتي اوتوماتيك. اول ما بغير لازم الاستراتيجي بتاعتي كلها بيحصل فيها ديفلوبمنت وبيحصل فيها تغيير. ولكن الفاينل برودكت هو ان انا دايما بمجر to which extent انا attached للفيجن والفلسفي اللي عملت لهم already predefined. وفي نفس الوقت الامبروفمنت او الكونتينوس امبروفمنت ده هو مش موجود على المكان وبس، لكن هو لازم يكون موجود على البني ادمين نفسهم، لان البني ادمين اللي موجودين في المكان هم اللي بيوصلوا ان الفيجن بتاعت الشركه تتحقق. كان في مشاكل، المشاكل دي بتظهر في اي كونستراكشن، وده كان زي بروبوز سولوشن ليها. ان لو انا دلوقتي انا كشركه خلاص اوكي عايزه اعمل، ولكن انا مش عارفه ديفاين الفلسفي والفيجن، فبدا يبقى فيه زي بروبوز سولوشن جايدنس صغير ان والله انت لو عايز تعمل الكلام ده جيب شوف الكي بيرسونز اللي موجودين عندك وابداوا اقعدوا يتعمل برين ستورمنج احنا الفيجن بتاعتنا ايه، او الفلسفي الكرنت. لان اماكن كتير للاسف بتبقى شغاله من غير ولا فيجن ولا فلسفي، فاحنا علشان نعمل الديفلوبمنت طب مبدئيا اعرف انا في الكرنت سيتويشن بتاعي ايه، الورك فلو. هو ما ينفعش ان انا كمكتب او كاورجنايزيشن يبقى عندي وقت لشغل كتير جدا وعندي وقت تاني شغل فاضي جدا. لازم يكون معمول بلاننج مظبوط. الماتيريال كنترول هبدا اشوف طب انا الماتيريال دي مش شرط تكون انها حاجات هاردوير. الماتيريال دي اي انبوت موجود عندي، هل انا هحتاج استخدم كومن داتا انفايرمنت، انا محتاج اعمل ابجريد للسيرفر عندي، الباكجز اللي موجوده الكوردينيشن بيتم ازاي. طبعا من ضمن الحاجات اللي اللين بيبقى ليه امباكت كبير فيها جدا هي الاي 3 اناليسيس شيت. وانس ان انا حصل عندي مشكله ايه الميثودولوجي اللي المفروض ابدا استخدمها عشان اعرف احل المشكله، لان انا مش شغال لوحدي، مفيش حد بيقوم بمشروع كامل لوحده، في انفولفد بارتيز. فوانس ان حصل مشكله لازم البارتيز كلها تكون جوينينج في الديسيجن، والا الديسيجن ممكن يكون وقع يعني يتاخد اسرع،
بس الـ cost of change أو الـ cost of correction اللي هتظهر بعد كده هتبقى أكبر بكتير جدا. من النقطة دي يبقى أنا لازم أكون عارفة الـ team selection بتاعي معتمد على إيه، والناس إيه الـ capabilities بتاعتها، علشان منهم يكون عندي decision makers، ومنهم هشوف الناس اللي بتكون بتديل with crisis، ويكون عندي finally team الهارموني موجودة. احنا بني ادمين والمشاريع كلها الهيومن فاكتور دي انفولفمنت كبير فيها، بس لو احنا قسناها خرجنا بره الصوره وشفنا على البيجر ايمج، احنا فاينلي اس اف خط كانه خط في مصنع، كل شخص بيقوم بتاسك معينه. لو حصل شورتج في التاسك دي البروسيس كلها هيبقى فيها مشكله، لكن لو كل شخص قام بالدور بتاعه مظبوط زي ما بنقول البرودكشن لاين بيبقى شغال سموث جدا، ما بيبقاش فيه مشكله. وده الكلير ديفينيشن والكلير فلسفي وفيجن اللي المفروض تكون متحدده من الاول. ده كده بريف سريع، اتمنى يكون فاتكم، ولو في اي اسئله. جزاكم الله كل خير يا دكتوره، الف شكر لحضرتك. طبعا دكتوره يعني ساره صديقه من زمان، يعني اشتغلنا مع بعض وقعدت تكلمنا عن لين كتير لدرجه ان انا سميت بنتي لين، ربنا يكرمها ان شاء الله. لا شرف ليا، اتمنى تبقى زي حضرتك يا دكتور. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. طيب في حد عنده اي اسئله للدكتوره؟ لو في حد عنده اي اسئله. كان في حد بيسال هل فعلا في مشاريع حقيقيه تم ربط البيم مع اللين فيها؟ فعلا في، واكبر يعني في مثال حتى قبل ما كان البان يتطبق، كان في مثال لمستشفى كانت في 2004. المستشفى دي هم القائمين عليها قرروا ان هم هيعملوها يعني هتتعمل ليه، وما كانش لسه البان دخل بقوه قوي كده، وطلعوا الاناليسيس بتاعها، وكان الريكومنديشن في الاخر ان لو كان اللين البان استخدم مع اللين كانت الريزلتس كانت هتبقى احسن بكتير جدا. في كيس تانية حصلت في سيدني أوبرا هاوس في أستراليا، ليها بي دي اف أقدر أعمله شير معاكم، بس هو للأسف مش معايا دلوقتي، فأنا ممكن أبعته لمهندس عمر يعمله شير مع الناس. كيس ستادي وفيها كل التفاصيل اللي حصلت، وإن إزاي البن معلمين مع بعض وصلوا لإمبروفمنت كبير جدا. دي كانت أفضل كيس ستادي وصلت لها وقتها، وأقدر أعملها شير مع مهندس عمر يبعتها. تمام يا دكتورة بإذن الله. الله يكرمك يا دكتورة. طيب احنا استاذ حضرتك ناخد صوره جماعيه مع حضرتك ومع الدكتوره فاطمه ومع الساده المحاضرين، لو حد حابب يفتح الكاميرا. النهارده ثاني يوم، ان شاء الله بكره برضو اليوم الاخير باذن الله، واتمنى ان شاء الله تكون المحاضرات تعجبكم باذن الله. وهي الفكره كلها ان احنا في وقت قصير بنعرض اهم الرسائل الدكتوراه والماجستير اللي احنا يعني ايه استمتعنا بيها، واتمنينا ان حضراتكم تستمتعوا بيها برضه. تمام، جزاكم الله كل خير يا دكتوره فاطمه ودكتوره ساره ودكتوره مي ودكتوره هبه، ان شاء الله محاضره موفقه. ودكتوره دكتور ايهاب شكرا للحضور، وشكرا لكل اللي شرفونا بالحضور، جزاكم الله كل خير. اتمنى الناس تملى سجل الحضور، على اساس لو في حد بعت حاجه هبعتها على الايميلات اللي موجوده ان شاء الله.